حسين رياض. اسمه الحقيقي حسين محمود شفيق، ممثل مصري. ولد في حي السيدة زينب في القاهرة يوم 13 يناير سنة 1897 من أب مصري وأم سورية، وهو شقيق الفنان فؤاد شفيق. اشتهر بدور الأب ولقب باسم أبو السينما المصرية. مثل في عدد من الأفلام السينمائية وقدم الكثير من المسرحيات خلال رحلته الفنية، كما قدم للإذاعة عددا ليس بالقليل من المسلسلات والتمثيليات الإذاعية. بدأ هوايته في التمثيل أثناء دراسته الثانوية، فانضم إلى فريق الهواة بالمدرسة، وكان مدربه إسماعيل وهبي شقيق الفنان يوسف وهبي. وبدأ حياته الفنية كممثل محترف بعد تخرجه من الكلية الحربية، حيث قام بتكوين فرقة هواة التمثيل المسرحي هو وزملاؤه يوسف وهبي وأحمد علام وعباس فارس وحسن فايق. وكان يشرف على الفرقة إسماعيل وهبي ومن بعده عبد الحميد حمدي. فعمل في أول مسرحية في حياته وهي خلي بالك من إيميلي، وكانت بطلة المسرحية روزلي يوسف. وحتى لا تعرفه أسرته غير اسمه من حسين محمود شفيق إلى حسين رياض، حتى لا تعرف عائلته أن ابنهم مشخصاتي، لأن التمثيل في هذا الوقت كان مهنة مشبوهة. وظل يعمل لعدة فرق مسرحية، فعمل مع فرقة الريحاني ومنيرة المهدية وعلي الكسار وعكاشة ويوسف وهبي وفاطمة رشدي واتحاد الممثلين عام 1934. حسين رياض واحد ممن يجيدون التسلل إلى أدوارهم بسهولة ودون انفعال. كيف ومتى يتم ذلك؟ إنها القدرة على الذوبان والاندماج، كما في فيلم حياة وموت للمخرج كمال الشيخ. يؤدي شخصية صيدلي يقوم بتركيب دواء خطأ لمريض، وعندما نتذكر هذا الدور يخيل إلينا بأنه تم تصويره في مشهد واحد دون تقطيع، فمن أول لقطة حتى نهاية الفيلم وهو يلهث متوتر منفعل ويتصبب عرقا، يكاد المتفرج يسمع دقات قلبه. تتأرجح الأحداث مع انفعالاته المتتالية والتي لم تهدأ، وقد نجح ببراعة في تصدير ذلك الشعور للمتفرج. وعندما يعرض العمل للمرة الألف نستمتع بقدرة الرجل وعبقريته وتميزه رغم التكرار. من أشهر مسرحياته عاصفة على بيت عطيل، تاجر البندقية، لويس الحادي عشر، أنطونيو كليوباترا، مدرسة الفضائح، القضاء والقدر، الناصر، العباسة، شهرزاد، العشرة الطيبة، الأرملة الطروب، والندم. وحصل على لقب ممثل من الدرجة الممتازة. وعندما بدأت السينما اتجه إليها حسين رياض وأصبح أحد فرسانه. أول أفلامه ليلى بنت الصحراء عام 1937 مع الفنانة بهيجة حافظ. تنوعت أدواره خلال رحلته الفنية بين الموظف المطحون والباشا الأرستقراطي والعمدة ورجل الأعمال. أما في العمل الإذاعي والتلفزيوني فكان رصيده 150 مسلسل وتمثيلية إذاعية و50 مسلسل وتمثيلية تلفزيونية، وتنوعت أدواره فيها، فقام بأداء دور الأب الطيب المتسامح، العمدة، رئيس العصابة وغيرها من الأدوار التي لعبها باقتدار. أما لقبه أبو السينما المصرية اشتهر به لأنه برع في تجسيد دور الأب على شاشات السينما، فقد استطاع بفنه أن يقوم بتحويل نفسه من شاب يتيم لملاذ كل شخص يبحث عن حنان الأب ولم يعثر عليه في حياته، حيث قال في حوار له أنه كان يجيد تجسيد دور الأب لأنه حرم من عطف والده وهو صغير، حيث توفي والده قبل أن يبلغ 11 من عمره. وقال أيضا أنه سعيد بممارسة دور الأب في الحقيقة مع أبنائه وأحفاده قائلا: أقضي أوقاتا ممتعة مع أبنائي وأحفادي، خاصة الصغار منهم، وهم حسين رياض الابن الأصغر لابني محمد وحفيدتي داليا ابنة فاطمة، بشيلهم وألاعبهم وألعب بيهم.
كرمه الرئيس جمال عبد الناصر بوسام الفنون عام 1962، وقد حصل في مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي 16 على درع الريادة تكريماً له في ذكرى ميلاده 100، تسلمته ابنته فاطمة حسين رياض. إن سجل حسين رياض السينمائي مزدحم بالأعمال العظيمة والأدوار المهمة، ورغم انتقائنا لبعض منها فإن الكثير سقط رغماً عنا، مما يجعلنا مقصرين وغير منصفين مع الرجل. ورغم أن هناك عديداً من الأدوار التي أخذت مساحة زمنية قصيرة على الشاشة، لكنها حملت تأثيراً كبيراً، سواء من ناحية الأداء الذي اتسم بالحرفية والصدق الشديدين، أو من خلال تأثيرها على الأحداث بشكل عام. توفي حسين رياض في 17 يوليو عام 1965 إثر أزمة قلبية عن عمر يناهز 68 عاماً، حيث توفاه الله أمام الكاميرا وهو يؤدي دوره في فيلمه الأخير ليلة الزفاف. تابع أسرار النجوم واشترك معنا في قناة قصة حياة المشاهير.